السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ فقرة القص هانتم قص يا اختي. انتم يا اختي دابا اسماء قبيله تغدات مزيان وانا ما كليتش، ودابا قلت لها يلاه نقصيو، قلت لك هي ما بغاش نوبك على كل شيء. صح انت اختي، شوف شوف القبيله كبيره دابا. انا كنا نقولك باش نشهيها، باش نشهيها سعيد ما كنتش عارفه. اختي انا جاني جوع فكري شي، انا من النوع اللي ما تنزكاش من الماكله، اخذت واحد كويس ديال اتاي. يا سلام والله البنات، ما كنتش شي بلاصه زوينه كنتمناكم تكونوا معايا. ودابا يا اختي ما شهيتكم، عرفتي هاد الكبده هادي ديال الدجاج وهاد الشحيمه هادي؟ الشريف هاد الشحمه ديالاش عندك تكون قديمه، تكون ديال شي بقره شارفه. ولي بعدا شي لحم شارب هنا ولا شي حاجه شاربه، بصح ملي جبوا لي شي حمه شاربه ولا با ليلك من شي سكندر شو شديتو من بيجو قلت صحيحك والله الشريف ما كان عارف راه، اسمح لي وصافي. مشي لواحد المطعم شعبي نقول مع الوطن، بس نقصات كنا قصات كلشي دار لي الضحك، ما نقدرش ما نقصاش، مستحيل نخرج وما ناكلش شي حاجه. هذا الشيء اللي كاين البنات، عرفتي هذه دايره بحال شكل ديال البلوفاف حيت مع ديك الشحمه. لا على فكرتني في العيد، ما تفكرش هي العيد راه. هذا الشيء اللي كاين البنات، نحاول كنشارك معكم حياتي اليوميه مع واحد البريري ديال اتاي. يا سلام هذا الشيء اللي كاين دابا. غادي نقول لكم السلام عليكم، تصبحوا على خير ان شاء الله مع الفيديو الجاي مع شي حاجه جديده. بسلام عليكم.